أقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وقد قررنا نحن سعيد فضل الله رئيس نيابة الأموال العامة أولا الإفراج عن المتهم جمال رأفت السحرتي بعد دفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه. الحمد لله. هنفع الكفالة وهتخرج على طول يا حبيبي. أيوة ماما اعملي معروف، السجن بيخنقني. ازيك يا جمال؟ سواء أخيرا فكرت تشوفيني، ما وحشتكيش؟ طبعا وحشتي، لما تخرج هشرح لك كل حاجة. معلش يا جمال يا ابني، أنا واثق إنك هتقدر الظروف. ظروف يا عمي، حضرتك رجل قانون قبل ما تكون سفير، وعارف إن المتهم بريء لغاية ما تثبت إدانته. أمال فين رمز؟ رمز بخير، ما حبش يشوفك وأنت كده. كفاية كده يا جماعة، وسعوا لنا الطريق من فضلكم. متشكرين يا حضرة الظابط. هشوف حضرتك بالليل يا أميرة هنا. خمسة آلاف جنيه بسيطة يا ماما. بسيطة يا ماما؟ ما انت لسه واخدة على أرقام الحياة اللي كانت لما كانوا الألف جنيه تفرتكوا في يوم وليلة في نسريات وكماليات عبيطة ما حدش يحس بيها. أنا آسفة يا ماما، أنا ما كانش قصدي المعنى اللي حضرتك فهمتيه، أنا بس لأني كنت حاسة إن المبلغ هيبقى أكتر من كده. وحتى لو كان قصدك أنا مش بلومك، أنا نفسي لما سمعت الرقم استسهلته وحسيت إن أنا هرجع البيت وأفتح الدرج وأطلع دفتر الشيكات وأكتب شيك. ماما هو فاضل قد إيه من فلوس الشبكة اللي حضرتك بعتيها؟ بالظبط 170 جنيه. خبر؟ طب وبعدين؟ وبعدين إيه؟ هما كانوا قد إيه يعني؟ يا دوبك دفعت منهم مقدم أتعاب المحامي ومكافأة صفية ودرديري والباقي بنصرف منه واملي يا ماما. انا اسفه، انا ما اقصدش الفلوس راحت فين، ما انا قاعده وشايفه، بس انا اقصد يعني هنعمل ايه في كفاله جمال؟ هنفكر ونلاقي حل ان شاء الله. سمعت يا مامي. كملي اكلك وبلاش دلع. انا العب يا مامي، ما فيش نادي هنا. خدي الفلوس دي اديها انت لطنط اميره يا ماما، انا هاخد. فلوس مين دي يا صلاح؟ ابدا، ده مبلغ كنت محوشه كده عشان الكدب ما بيلقش عليك، ما بتعرفش تجري. خد ودي الفلوس لهناء. وايه المانع يا ماما نديكم فلوس انا وانا مش هعرف احوش قرشين زي دول؟ لا تقدر، وحوشت قبل كده قدهم 4 مرات، بس انت ناس انك دافع اللي حوشته في الشقه اللي واخدها من ورايا وورا هناء. اقول كمان عرفت منين؟ انت ناسي ان صاحب البيت يبقى اخو جوز اختك؟ هو ابو الحسن قالك؟ لا، مرات ابو الحسن. مع انه حلف لي انه مش هجيب سيره لحد. انت تايه عن اختك وجوزها، دول ما بيخبوش عن بعض اي حاجه، واختك تفضل تنخرب في دماغ جوزها لغايه ما تعرف الحقيقه. واللي انا مندهشاله انت مخبي عني ليه وعن مراتك بالذات؟ باجل انفجار المشكله يا ماما لحد ما اكمل تمن الشقه واستلمها، هقول لها وانا عارف ايه اللي هيحصل ساعتها. يا ابني انت من حقك يبقى لك شقه لوحدك وتستقل بعيشتك. هناء وحيده باباها ومامتها يا ماما، والحقيقه هم اشترطوا عليا قبل الجواز ان احنا نعيش معاهم، وانا سالتك ساعتها لو تفتكري قلت لي ما دمت بتحبها اعمل اللي يريح، وما اتفقتوش. واخلاق حماتك صعبه قوي، والمسكينه هناء هي اللي تايهه بينك وبينها. بالظبط، وانا قررت اوضع حد لتعبي وحيرتها. هقول لها حصليني على بيتنا، ولو رفضت او ترددت هروح انا واقول لها يا تحصلني يا تفضل في بيت باباها لوحدها. طيب خد الفلوس دي اديها لهناء، لا مرات خالك هتقبل ولا انا هقبل. طب هي ما معهاش، الحل ايه؟ انا معايا، بكره الصبح تفوت عليا نروح على البنك. هتفك الوديعه؟ مستحيل. انا يا ولد ما يتقليش مستحيل، انا امك مش مراتك. يا حاسدين مالكم ومال الناس، يا حاسدين
ونكتفي بهذا القدر سيداتي وسادتي من أغنية محمد عبد المطلب هنا القاهرة. طب ما تحول على محطة تانية يا اسطى بدل ما تقفل. صدق يا شعبان يا خلاص مزاجي قافل. الله واحنا جنبنا ايه بس يا اسطى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قفل على اللي عندك يا حمزة. ولا رضا انت قاعد؟ نعم عم حسين. امال فين يهزك يا فندم؟ والله عم حسين رحت له وقال لي جاي وراك على طول. عارف لو كنت بتكذب. انت بتعمل ايه بره يا واد؟ مش انت قلت لي النهارده في المكوى بره؟ ايوه صحيح. طب روح. اهو عم زكا اهو. اتفضل يا عم زكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا استاذ زكي؟ انا قدامك اهو. خير يا اسطى؟ انا اديتك فلوس العربون بتاع المكنه الجديده امتى؟ لسه يا دوب امبارح زي دلوقتي يا اسطى. متصرب على ايه؟ ده انا حتى لسه ما وردتهمش، ولولا الواد رضا قابلني وقال لي انك عايزني كان زماني وردتهم. حلو قوي. اتفضل ادي الوصل بتاعك اهو. وطبعا انت لسه ما وردتهمش، يعني 3000 جنيه في جيبك. قبضني يا حلو. مش فاهم. في ايه؟ هي عقده يا زكي. انا رجعت في كلامي، مش عاوز المكنه الجديده دلوقتي. اقول تاني يا زكي؟ ادخلي وقفيت باب وراك يا مريم. خير يا اخويا؟ دول 3000 جنيه. هي عامله محوشه عندك كام؟ 900 جنيه. كويس، ايمن راجع النهارده، ناخد منه ال 1100 الناقصين، تاخديهم وتتكلي على اختك وتديهم لها. يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. بس انت جبت ال 3000 جنيه دول منين؟ اجلت المكنه الجديده شويه، استرديت العربون. يا خبر يا حسين، ده انت قايم نايم تحلم بالمكنه الجديده ام موتور دي. يوه يا مجيدة، المكن موجود في السوق، واللي ما جاش النهارده يجي بكره. لكن جمال ما يتركنش في السجن على كفاله ابدا. يا حبيبي يا حسين، بعد كل اللي عملوه فيك. اللي عمل عبد المنصف وده حسابه عند الحكومة. وعند ربنا سبحانه وتعالى والحساب. أميرة مالهاش ذنب. هي صحيح عامت على عم جوزها، بس ما كانتش تقدر تعمل غير كده. الأهم من ده كله الجميل اللي في رقبتي، للبطل رأفت السحرتي. لا يا حسين، انت عديلي وكرامتك من كرامتي، وانا محدش يقدر يمس كرامتي يا حضره الظابط. بس اللي حاصل غير كده. وهو ايه اللي حصل يا كابتن؟ قعدتك على القهوه من الضوح لنص الليل. يا سلام، ودي فيها ايه؟ فيها اني ما اعملش كده غير العواطليه يا حسين. اثر على اللي عندك بقى يا ابن الناس. وهقول لك اللي اكتر من كده كمان، ومش هيهمني لو زعلت. يا اخي ده انت رب عيله، وابنك الكبير عنده 10 سنين وعندك بنت غيره في اللفه. وانا اعمل ايه يا سي رأفت؟ هو انا اللي قلت لاست جعفر يمشيني؟ عمايلك هي اللي قالت له، وقالت الاصوات اللي قبله يمشوك. سارك في الغرز على الجوزه للصبح، وشلت الحشاشين والافيونجيه اللي انت معاشرهم. اسمع يا حسين، ال 200 جنيه دول كل اللي حيلتي. خدهم، انزل اشتري عده وحتتين قماش واشتغل في البيت. وانا هجيب لك كل زمايل الظباط يفصلوا عنك. لو سطرت وبيضت وشي في اول حتتين. امسك ال 200 جنيه دول. جبت عدتي وعملت رسمال محلي، ولغايه دلوقتي ما ردتهمش. الدين ما كانش فلوس وبس يا مجيده، لا، كان حاجات تانيه كتير ما عرفتش قيمتها الى يوم ما اتهمني عبد المنصف مدكور بسرقه مخزنه وبلغ فيه النيابه. الله يرحمه ويا رب كل الخير اللي عمله يقعد له في ولاده. وعاوزاني ابدي مكنه مهما كانت على ابنه يا مجيده. لا يا اخويا، انت طول عمرك اصيل وتعرف الاصول. خير ما عملت يا حسين، وان شاء الله ان شاء الله يقعد لك في ولادك. ان
ده صوت ايمن مين اجيب. استني هتعملي ايه؟ ثانيه واحده قبله. ازيك يا بيه؟ ازيك عامل ايه؟ وحشاني موت. وانت اكتر. الله، ايه الريحه اللي تسكر دي؟ صحيح عجبك ريحه البرفان بتاعي؟ يا اختي قولي لي شحته من عولها. هي ساتر على ايه ده؟ بس بس برفان ايه؟ انا بتكلم على ريحه التقليه بتاعه الملوخيه. على برقه بط يا ايمن. ازيك يا ام ايمن؟ جريتوا ريقي يا اولاد، يلا نتغدى بسرعه. استحسن يكون جاهز. ازيك؟ وحشتنا قوي يا ايمن. ايوه صحيح، انت عوقتي ليه؟ يوه، مش كنت هغرق في البحر الاحمر وسمك القرش هياكلني؟ يا اخويا بعد الشر عليك، ان شاء الله عدوينا. يلا احكي لنا بقى واحنا بناكل، بس المهم دلوقتي عاوزين 1100 جنيه من اللي انت شايلهم تحت البلاطه. ايمن خالتي. يا حبيبي تغيرت كتير عن اخر مره شفتك. اخر مره شفتني كنت مفعوص ابن 10 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، ده راجل. لا وايه، فنان يا اميره، خد شهاده الفنون وبيشتغل دلوقتي في شركه استعماريه. استثماريه يا ام ايمن، استثماريه. يوه يا ايمن بقى اللي جه على لساني، ما بعرفش انطقها الا كده. وبعدين احنا هنفضل واقفين كده كتير، ما حدش بيقول لنا انتوا فين. عبله وميسه، اهو انتوا بقى اللي ما شفتكوش يا حبايبي. اهلا يا طن. غدغوت حبيبتي. اهلا يا غاده، سلمي على ايمن ابن خالتك. اهلا يا بنت خالتي. خدي يا اميره، ادفعي كفاله جمال وطلعي. كفاله جمال منين؟ وانتوا مين اللي قال لكم؟ ما احنا كنا عارفين انه هيتعرض على النيابه. حسين اتصل بالاستاذ وجيه المحامي وعرف حكايه الكفاله. خدي بقى، مش هفضل مد ايدي بيهم. ايوه مجينة، لكن ما لكنش، ومش عايزه كلام في الموضوع ده تاني. قومي بينا نطلع للولاد. مجيدة. ايوه. ده كتير قوي، مش كفايه اللي عمله فيكوا عبد المنصف؟ وعبد المنصف دخله ايه؟ جمال ابننا، ابن البطل اللي مدلنا ايده في وقت الشده، اللي طلع حسين جوزي من قرار الكب اللي كان هيبلعه. كب ايه؟ انت نسيتي ولا نسيتي؟ نسيت ايه؟ طب اقعدي اقعدي وانا افكرك. وقارب الزودياك اتقلب بينا، لقيت نفسي نازل تحت الميه زي الطوبه. المشكله اني ما بعرفش اعوم، ومع ذلك انكسفت اقول لهم على الحقيقه من الاول. قلت لهم اني بعوم ولا عبد اللطيف ابو هيف. وايه اللي خلاك تقول كده؟ لحد دلوقتي مش عارف. كدبه. كان ممكن يبقى تمنها حياتي. لولا انا كان معانا غواص محترف من اهالي الغردقه غطس ورايا وطلعني. قول لها على سمكه القرش يا ايمن. كان في سمكه قرش في الميه؟ شفت، والغواص صاحبني، بيننا وبينه مفيش 100 متر. طب حظكم حلو بقى ان ما كانش في ريحه دم في الميه. ولا قال لي. تصوري، معقوله ما جابلكيش سيره خالص؟ ابدا، اول مره اسمع منك الحكايه دي. بس مش غريبه، هو كان كده؟ الله يرحمه. ياما حاجات اكتشفتها بعد ما استشهد، وكنت متضايقه جوايا وبلوم وبتهمه لانه كان بيخبي عليا. هو ده الخير الحقيقي يا اميره، اللي صاحبه ايده الشمال ما تعرفش ادى ايه بايده اليمين. حد يصدق يا مجيده اني ما عرفتش جوزي وما ابتديتش افهمه الا بعد ما مات باكتر من 25 سنه. لو يعرف قد ايه بندم على كل لحظه ضايقته فيها، وكل كلمة قلتها جرحت مشاعره. تفتكر يا مجيدة انهم بيحسوا بينا وبيعرفوا؟ كان دايما يجي لحسين في المنام، والصبح يصبح يقول لي ايه. رأفت كان طول الليل معايا، اقول له ده بس عشان انت فاكره ومش قادر تنساه. يقول لي لا يا مجيدة، مش بس كده، رأفت ده شهيد، والقرآن الكريم بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. سبحان الله، تكونوش شاركتوني في المحل وانا مش داري. مش العباره يا اسطى، واحنا يعني لما نتكلم معاك في الصالح ما نبقاش مشاركينك. استنى انت يا شعبان. ايوه يا اسطى حسين، احنا شركاتك، والمحل ده بتاعنا زي ما هو بتاعك تمام، يمكن بالورق والقانون ملكك،
لكن احنا الثلاثه عرقانين فيه واكلين منه عيش وعاملين له اسمه التجاري. اسمه التجاري يا ولا تقولش كريستال دمور ولا بير كردان. معلش يا اسطى شكل علينا واتريق زي ما انت عايز، بس اليافطه اللي على المحل ومكتوب عليها ترز حسين الباشا دي علامه مسجله في عابدين والبلاقسه وباب الخلق لغايه النصريه والحنفي من اليمين والعتبه والساحه والازبكيه وخرطه السره لما الباب الحديد من الشمال. والنبي يا حمزه انت راسك مطبله وطيلها رطوبه ويمكن تشقى. ماشي مقبوله منك يا اسطى في الهزار، لكن في الجد بقى انت غلطت في حقنا. ايوه يا اسطى انت عملتنا زي ما نكون كراريه خيط منكد تترمي في الهالك. وبصراحه ربنا بقى المكنه اللي انت صرفت نظر عنها دي كانت هتعمل لنا شغل على تقيل، وكانت هتعوض قله رجل الزبون بعد ما ورش الجاهز قفلت علينا باب الرحمه. لحد كده وكفايه، لانكم جوز تراني بتتكلموا من غير ما تفهموا. هي المكنه دي مين اللي فكر فيها من مبتدا؟ مش انا؟ ما تردوا مين؟ انت يا ابو ايمن. ما قلناش حاجه يا سيدي، بس انت لما تفكر في حاجه للصالح وتخيش في دماغنا ونستمخ منها مش تبقى بتاعتنا كلنا ونشعبط فيها؟ حلوة قوي. جد الظروف خلتنا نأجلها حبتين، اتهدت الدنيا؟ لا يا سيدي ما تهدتش، بس نفهم ايه هي الظروف. لو عدم المؤاخذة يعني ما فيهاش حاجة خصوصي قوي. لا فيها، ومع ذلك هقول لكم انتوا عارفين المحل ده والرزق اللي بناكل منه قدلنا سنين وسنين. اصلهم ايه؟ 200 جنيه في زمن الرخص لما كان الجنيه جنيه والورقة ام 10 بيقفوا لها زنهار ويعملوا لها تشريفة. بتوع ايه؟ وازاي جم؟ احكي لكم. معقولة يا عبلة تبقي ضيفتنا وتخشي تعملي شاي؟ سهتني ودخلت على المطبخ. اصلي ما بعتبرش نفسي ضيفة زي ما بتقولي يا خالتي، ده انا صاحبة بيت. غلبتيني يا عبلة. سلم ايديكي. وانت لسه شفتي حاجة يا طنط؟ طب شرفينا حضرتك على الغدا بكرة كده وانت تدوقي طبخها. عايز يعمل فيكي مقلب يا خالتي، عبلة ما بتعرفش تطبخ. بالظبط كده. يا سلام، سامعة يا ماما؟ فشر. طب دي عبلة نفسها في الطبيخ ما شاء الله، ما فيش كده. أنا هفتح الباب يا أنكل شلبي. طب روحي افتحي الباب. يهدي أنكل شلبي. إيه؟ شلبي مين؟ ده صاحبك الدكتور. بجد؟ وإيه اللي عرف شاهد عليه؟ مساء الفل يا قمر. مامي، طنط ماما صاحبتي. هاتي بوسة. هاتي بوسة. صديقتي العزيزة، صح الإشاعة طلعت صح، قالوا لي إن عبلة الباشا جت هنا وما فاتتش عليا. عم فيها إيه؟ ما أقدرش. إزيك يا علا؟ هضربك. مساء الخير. إزيك يا طنط؟ هو نفسه اللي استشهد وهو بيدافع عن بلده سنة 73. يعني مش بطل وبس، لأ بطل وإنسان وراجل بجد. معاك حق يا ابن استوار، عداك العيب يا اسطى. لما يبقى ابن الراجل ده في ورطه ومحتاج قرشين يطلعوه من الحبس كفاله يعني، نعمل ايه؟ ده احنا نبيع هدومنا ونسدد الدين يا ابو ايمن. ما فيهاش كلام، مكنه ايه؟ ده احنا نبيع القديم كمان. يبقى خلصنا. السلام عليكم يا استوار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل يا دكتور. مساء الجمال. أهلا 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 يا بيه. كرسي للدكتور شلبة يا رضا، اطلب القهوة. لا لا لا، كرسي ولا شاي ولا قهوة، مش وقته. يا عم حسين أنت ما بتجيش لي عشان أطمن على الضغط بتاعك. معلش يا دكتور اتلخمت شوية. ماشي شمر دراعك. إيه ده؟ يا سلام، ده جاي مخصوص وسايب العيالة بتاعتك عشان تقيس لي الضغط. نعم يا اخويا، سايب العيادة وجايلك مخصوص. شايفني ايه؟ طبيب سريح باشا نادع بطاعة، نقيس الضغط ونظبط السكر ونعالج الكوليسترول. مش القصد يا جناب الحكيم باشا، انا بس مستكتر تعبك مش اكتر. يا سيدي تعبك راحة،
وبعدين انا كنت عند محمد نعيم في بيته لانه خرج من المستشفى النهارده، فقلت اخدك في سكتي بالمرة. ادي كل الحكايه يا سيدي. ايه ده؟ ايوه ايوه اطلع يا جميل. ايوه انزل بقى، انزل يا جميل. ها دكتور، مش هتقيسلي انا كمان الضغط؟ ايه يا سيدي، انت شايفني بفرق ملبس ولا ايه؟ عايز واحده. وبعدين انت ضغطك واطي. ايه ده يا عم حسين؟ ده كتير قوي. ايه؟ عالي يا دكتور؟ عالي جدا، 170 على 100. انت بتاخد الاقراص اللي انا كاتبها لك ولا لا؟ كل يوم عريق. طب واخبار الملح ايه؟ بالهنا والشفا. عاملين غدوه من يومين راقعين فيها 2 كيلو فسيخ احنا الثلاثه. نعم، راقعين 2 كيلو فسيخ. بقول لك ايه يا عم حسين، انا لا هقيس لك ضغط ولا هكتب لك على دواء ولا هكشف عليك تاني. من دلوقتي شوف لك دكتور تاني. طب يا شعبان، انت ما فرجتك ما بقاش انا. هم لقمتين بالعدد يا دكتور، مسحتهم في الفسيخه وهي راقده يعني من نفسي بس. انما بقى الاتنين كيلو فسيخ كلهم الاتنين البسهاريا دول بالهنا والشفا. حتى انا ما اكلتش، ما بحبوش. صاحبك جه يا دكتور. صاحبي مين يا ام الجاز؟ انت كمان انت ليك صاحب غير يا كلود بيه؟ اهلا بالبرنس يوسف كمان. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سبت امي عند خالتي وبعدين نزلت وصلت علا وعبله وميس السينما، وانا رايح لك قابلت رمسيس قال لي ان انت نزلت من عندهم ورحت لابويا. ما هو النهارده العياده نص يوم قفلتها عشان النهارده يوم الزيارات المنزليه. المهم وحشتني يا فنان، قول لي بقى عملت ايه في البحر الاحمر؟ ابدا، خلصنا المهمه واديني جيت اهو. شكلك كده مش مبسوط. والله زهقت يا دكتور، زهقت. ما هي اللي بقبضها من الشركه كويسه اهو، وباخد نسبه من العمليات اللي زي دي. بس انا حاسس انا فين يعني؟ الفن اللي انا بحبه فين؟ انت لسه هتغني على نفسك يا عم ايمن؟ انت عارف كويس ان شغل الرسم ما ياكلش عيش، خاصه اذا كان واحد زي حالاتك طالع فيها ومش عايز يرسم بورتريه. وشغل الزخرفه اللي بتعمله في الشركه اللي بشغلك بتعمله وانت سادد مناخيرك اكنك متغصب. سيبك مني بقى وخلينا في حدوتك انت. حدوت انا؟ انا حدوت. تقصد علا؟ ما خبيش عليك يا عم ايمن، بعد ما اتفقت مع نينا ام فكري انها تروح للست نوال وتفتح معاها الموضوع رجعت اترددت تاني. ليه يا دكتور؟ واضح ان الخط مشغول يا عم ايمن. يعني ايه؟ تقصد انها مشغوله بحد غيرك؟ مش عارفك. شفت بعيني. هو مين؟ هي دي بقى عقدة الفيلم. بالك مين؟ الله يشرفنا يا دكتور. عيني في عينك كده؟ يا شلبي مالك؟ مال انا؟ ما انت عارف ايمن وكلكم عارفين. كل شارع البابلي عارف، انا الوحيد اللي ما اعرفش. عامل زي الاطرش اللي في الزف. ما تتكلم دغري يا دكتور. فكري يا ايمن. فكري يا اخويا. شفته معاها؟ شفت. حتى الاسم ما عملكش اي مفاجاه. مش بقولك انت كنت عارف؟ احنا كلنا كنا عارفين يا دكتور، بس مش عايزين نصدمك او يعني انت واخوك يعني. ايه ده ايه اللي انت بتقوله يا ايمن؟ معقوله؟ فكري مش اخويا الصغير وبس، ده وبسلامته جوز غاده. ما عملش ليه زي جمال ورجع وسلم نفسه وحاول يثبت براءته؟ ما يقدرش يا مجيده، لان هو وعبد المنصف اللي مدبرين الحكايه دي كلها، واخدين جمال كده للتعميه برافان يعني، يستخب وراه وكبش فدا في الوقت نفسه. اعوذ بالله. وهي عامله ايه المسكينه؟ أكيد ما هي مقهورة يا كبدي. اللي مهون الحكاية إن علاقتهم في الفترة الأخيرة كانت مش قوي. الواد أناني قوي يا مجيدة وما بيشوفش غير نفسه،
حتى بالنسبة لبنته شهد عواطفه باردة. لو ما تعرفيش ان دي بنته وهو ابوها وشفتيه معاها تفتكري جوز امها او اي حد تاني غير ابوها. اعوذ بالله. ودي يا اختي كان ايه اللي كعبلها فيه ده؟ قريب عبد المنصف من بعيد، معرفش ابن بنت عمته ولا ابن خالته ولا حاجة كده. بعد جابوا من دمياط بلدهم وشغلوا عنده في الشركة. وغادة في الأول كانت بتشتغل في الشركة، شغلانة دلع كده. اتعرفت عليه وتقدم لها والنصيب حكم. يلا بقى يا شهد. شفتي حبة عبدين ازاي يا غادة؟ عبدين ايه بس يا طنط؟ دي يعنيها متسمرة ناحية القهوة على أنكل شلبي. كده يبقى خلاص يا عم أيمن، قفل الكتابة والمفتاح. طب وافرض على اختارتك انت؟ ما ينفعش. مجرد ان اخويا فكر فيها وهي فكرت فيه حتى لو اللحظة واحدة، ما خلاص الحكاية خلصت. تسمح لي اقولك على حاجة يا دكتور ولو هتزعل؟ يا سيدي قول، انت عارف ان انا ما بزعلش منك. اخوك فكري ده مش جدع. ليه يا ايمن؟ اصل يعني زي ما بيقولوا القلب وما يريد. الحكايه مش حكايه قلب ولا كبده يا دكتور. اخوك من زمان وهو شايف زي ما احنا شايفين ان انت بتفكر في علا السهيل، وان اللي منعك تتقدم لها من 10 سنين هو مرض ابوها، وبعدين وفاته، وبعدين اضطرارها انها تجري على اخواتها، وانت برضو كنت لسه بتقول يا هادي. كان شايف ده كله ومع ذلك عينه زاغت في اللي انت عايزه. دخل على الخط عشان يقطع عليك طريقه. يبقى جنسه ايه اللي يعمل كده؟ يلا بقى يا شهد كفايه كده، تعالي نقعد شويه مع نانا اميره ونانا مجيده. اهلا 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 شهد. اهلا يا حبيبتي. اهلا. ايه الجمال ده كله؟ بصي نانا اميره. الله، عايزه ايس كريم. لا بقى يا شهد، مش معقوله، مش كل يوم انده لجناين ولا محروس يجيب لها ايس كريم من تحت. يا ماما الوزه لسه ملتهبه، وبعدين دي حاجه عشان تنزل بيها للشارع. لا، نانا مجيده هتاخدها تجيب لها ايس كريم، مش كده؟ يلا. لا يا طنط اعملي معروف، ما تشبطيهاش. ما تقلقيش يا غاده، مش هاخرها. سيبيها تروح مع خالتك. يلا يا شوشو نجيب ايس كريم. بعدين بقى غاده، انا عارفه انك متضايقه. يا ماما انا كده مش هعرف اربي البنت. ليه يا غادة؟ عشان البيئه متغيره. دي حقيقه لازم تقبليها وتتعودي عليها. سهله على حضرتك لانك اساسا من عابدين وتربيتي هنا، لكن علينا احنا صعب جدا. صعب انك تربيتي في بيئه تانيه، اتعودتي عليها وشربتي كل مظاهرها. اما بالنسبه لشهد، شهد لسه صغيره، عجينه بتتشكل، ممكن تعوديها على اي بيئه انت عايزاها تعيش فيها. بس علشان تعملي ده لازم انت كمان تاقلمي روحك على الوضع ده. يعني خلاص يا ماما، مفيش امل نرجع زي ما كنا، نرجع للفيلا والعربيه والجنينه ومدرسه شاهي الاجنبيه والاصدقائنا وقرايبنا وحفلات اعياد ميلادهم واعياد جوازهم والشوبينج، الشوبينج اللي كنا بنعمله كل يوم تقريبا في المول ده والسنتر ده. شفتي يا غاده؟ شفتي بتتكلمي عن ايه؟ عن المظاهر، عن القشره اللي كانت مغلفه حياتنا لكن تحتها الكذبه الكبيره والسعاده المزيفه والحب الشفوي اللي ملوش معنى. حتى وانت بتعدي اللي خسرناه ما تكلمتيش عن الناس، ما فكرتيش في اللي خسرناهم، عبد المنصف وطارق وغيرهم. صح يا ماما، مظبوط. انا يمكن اكون مش حاسه اني خسرتهم، بس خسرت اكتر سنين من عمري راحت معاهم. تعالي تعالي اوريكي حاجه. الظرف ده اديتهولي خالتك لما جت واختلت بيا. في كفالة جمال، جوز خالتك ترزي على قد حاله، الله اعلم محوش الفلوس دي ازاي والايه. ياه،
دول ناس طيبين قوي يا ماما. ايوه طيبين، مش بس بمعنى الحنيه وسلامه النيه، لا بمعنى الاصل والتربيه اللي بيخليهم من نفسهم يتصرفوا من غير ما حد يطلب منهم ويقفوا جنب بعض. ما حدش في وسط الناس دي بيتساب ولا يتنسي ولا يضيع. كله على حسابي يا حمد. لو النبي يا دكتور، انا اللي عزمك. خلي عنكم يا جماعه، خلاص الحساب وصل. بس مش هنتكلم في الموضوع ده كتير، ده تشريف الست ام ايمن يساوي الوف. كتر خيرك يا حمدي، ما نعدمكش. يا حلو يا حاجه، يعني بعد كده ما مشيش غير وانا معاكي. مساء الخير. اهلا يا استاذ عزيز. اجيب لك شوكولاته ولا فانيليا بقى؟ لا متشكرين يا سي حمدي، انا جاي اسال على محمد نعيم. تسال عليه ايه؟ مش انا وانت كنا عنده من ساعه وشويه؟ اصل ماما عملت له لقمه القاضي وراسها وألف سيف وصلها له قبل ما تبرد. رحت خبطت عليه ورنيت الجرس، محدش بيرد، وانا عارف ان محمد نعيم قاعد لوحده، مراته وولاده في المنصوره. سالت عليه الجيران قالوا لي نزل من نص ساعه. قلقت، قلت اجي اسال عليه. وجاي كده وخلاص؟ عملت اللي عليك؟ طب اعمل ايه بس تاني يا ماما؟ مش مفروض اقول لك تعمل ايه؟ انت من نفسك تدور على الراجل اللي لسه طالع من المستشفى ومتعور. يا ماما، يا ماما انا دورت عليه في كل حته ممكن يكون فيها ما لقيتوش. اهو ده اللي اسمه تاديه واجب وبروه عتب، لكن مش اللي لازم يتعمل. طب اعمل ايه يا عزيز؟ ما انت عارف ماما صعبان عليها التعب اللي تعبته في لقمه القاضي، بس ما هي كمان حاجه تقلق. بالمناسبه انت ليه ما رحتيش تزوريه وهو في المستشفى؟ ما انا ما لحقتش، طلعوه بسرعه. قلت لماما انا اروح له البيت معاكي، قالت لي شكلها مش حلو والمدام بتاعته مش موجوده، بس اتفقنا اول ما ترجع من المنصوره هنعمل لهم زياره. الاصول اصول. ده لسه باباكو قبل ما ينام كان بيقول لي اننا مديونين لنعيم دين كبير. بابا بيبالغ وانتوا كلكوا بتبالغوا. ازاي يا فيلسوف؟ الخطر كان زال فعلا لما ايزيس وصلت البيت، هتدخل اي شقه وتخبط على اي باب، ومع ذلك نعيم عمل الواجب وقلنا له متشكرين، وراح رمسيس داره في المستشفى وفي البيت لما خرج، بس انتهينا، لا ديون ولا غيره. ايه اللي بتقوليه ده بس يا نيتو؟ انا مش فاهمه انت ايه اللي مضايقك في اننا نبقى مديونين للراجل عرض نفسه للخطر عشان يمنع بلطجي كان ممكن يتوني على السلم ويأذيني. لا ما انت عارفاه، لازم تمشي عكس ما احنا ماشيين، نقول شرق تقول غرب، قال يعني كده تبقى شخصيه. يلا قوم يا رام، سيب ده، انزل وما ترجعش الا لما تعرف اراضي الراجل، ولما تعتر فيه اعزمه ويصمم انه يجي يتغدى معانا بكره، فاهم؟ حاضر حاضر يا ماما. اتفضل. الشارع تحت مقلوب، بيدوروا على واحد تايه اسمه نعيم. اصله خارج من المستشفى وكانوا كلهم قلقانين عليه. اتفضل يا متر، فلوس الكفاله بتاعت جمال. جميل جدا، ارجو ان ما تكونش المساله ارهقتك. من ناحيه ايه يا هانم؟ انا عارف ان كل ممتلكاتكم موضوعه تحت التحفظ وممنوع عليكم التصرف فيها، واحوالكم الماليه يعني فيها مشكله. وحضرتك عندك حل لمشكلتنا؟ انا اسف، اسف جدا، يبدو اني اتفهمت غلط. عموما انا بكره ان شاء الله هدفع الكفاله، والاستاذ جمال هيكون معاكم بعد الظهر. شكرا. عن اذنك. تصبح على خير. طب ليه احرجتي يا ماما؟ مش عارفه، كلامه وسؤاله عن حياتنا ما عجبنيش، حسيت انه بيتطفل في حاجه بعيده عن شغله. بس احنا لسه محتاجين له يا ماما، وخروج جمال بكفاله مش معناه ان القضيه انتهت. انا عارفه، ما هو هيفضل ماسك القضيه مع الدكتور نجاتي بس في حدود مهنته وبس، لكن ما يبقاش صديقنا. ماما انتي مش طبيعيه، في حاجه معصباكي؟ لا لا ابدا، ما فيش حاجه معصباني نهائي. لا فيه، انا عارفه انتي اتضايقتي لانك استلفتي فلوس الكفاله بتاع جمال من خالته، مش كده؟ يمكن شويه، لاني عارفه حالته، بس اللي مضايقني اكتر تفكيري في اللي هيحصل بكره. وايه اللي هيحصل يا ماما؟ جمال هيخرج، يروح فين؟ مش هنا، ما ينفعش يا حبيبتي.
امال يروح فين بس يا مام؟ يروح اي مكان، احنا مش مسؤولين عنه. يروح يعيش مع مامته، يروح في اي اوتيل. ما تنسيش يا مامي ان انا لسه مراته. مراته مؤقتا، وفرض بقى انك انت مراته. بيتك فين؟ حضرتك اللي اصرتي من الاول ان احنا نعيش معاكم هنا. Not forever، ما هوش حكم ابدي. ايه ده يا سيد سفير؟ ممكن تقولي بقى رأي سيادتك ايه؟ رأي في ايه بس يا سميحة هانم؟ خليني اشوف يورو نيوز فيها ايه. الدنيا مقلوبة. ايه ده؟ بتهرب؟ لازم انا اللي اطلع شريرة قدام كل الناس؟ يا هانم انا سامعك عمالة تتخانقي مع بنتك ومش عايزة تتدخل عشان ما يحصلش ميس اندرستاندينج. الميس اندرستاندينج اللي انت بتقول عليه ده حصل بالفعل بيني وبين بنتك. الهانم عايزة اجيب جوزها يعيش معانا تاني هنا عادي خالص. سيادتك بقى رأيك ايه؟ حتى لو رحبوا بيه هيقبل انه يعيش عال عليهم؟ هيستحمل انهم يصرفوا عليه وحماته اللي هتسم بدنه كل يوم بكلامها؟ خلاص يجي يعيش معانا هنا، وابنه ومراته. خلاص لو سوها ما عندهاش مانع يجوا هما كمان معاه، ومامتها هتوافق؟ ما افتكرش. يا ماما انت قلقه نفسك ليه؟ مهما كان الوضع هيبقى احسن 100 مره من وجوده في السجن. ماما انا هنكسب لسه موحص لسه قاعد مع ناس كتير ملوش اثر ومحدش شافه بره بيته. الله، طب ما دي حاجه تقلق يا اخوانا. تعرفوا انا شاكك في ايه؟ شاكك في ايه يا رشدي؟ يكون الواد سلومه اترفص له بين السلم بتاع بيته وخلاه نازل لاي مصلحه وضرب. يا سلام على عبقريتك يا قنصل والزلم، والله خساره وجودك معانا في شارع ده. تتكلم جد ولا بتهزر؟ راجل انت جد ايه وهزار ايه يا رشدي؟ واحد اتضرب يبقى جثته راحت فين؟ اتشال. اتشالت ازاي بقى؟ شال على كتفه ومشي بيها ولا كان جايب معاه نص نقل؟ والله بيتهيألي ان انا شفته يا محروس. والنبي انت عينيك احوالي، شفتيه ازاي وانت كنت جوه الحمام بتغسلي؟ ما انا وانا في الحمام سمعت صوت، مديت رقبتي علشان اشوف مين، لقيت واحد بظهره، الخالق الناطق سنعيم. الخالق الناطق من ظهره؟ وفيها ايه دي؟ هو انت لما تكون ماشي بظهرك ما عرفكش؟ طب ولما انت عرفتيه من ظهره ما نديتش عليه ليه؟ وانده عليه ليه؟ مش الراجل كان متعور في المستشفى على الاقل تسالي عليه قولي له الحمد لله على السلامه. انده له علشان اسلم عليه؟ او تقوم تهم وراه وتشوفي مين؟ مش يمكن حد غريب وتهيألك؟ يوه ده انت عملتها قضيه يا محروس. محروس يا محروس. ايوه ايوه يا ست ام علا خير. علاء اتاخر والنبي تشوفهولي في نادي البلياردو ده ولا اسمه ايه مش عارفه. حاضر يا ست معاد. حضر لك الخير والنبي وانت راجع فوت على اللبان هات لي الزبادي واللبن. من عناء يا ست معاد امر. ايه ده؟ الدنيا بتلف بيا كده ليه؟ الحقوني يا ولاد يا ولاد يا ولاد الحقوني يا جنايه. ست معاد ست معاد غدا الحقيني يا غدا. ست مؤلة. مين اللي قالك يا جناي؟ الست أميرة هانم ندهت عليا من فوق وقالت لي إن الست أم علا تعبانة. طيب ربنا يستر إن شاء الله. ربنا تعالي تعالي بس يلا. مساء الخير يا دكتور. نعيم أنت طلعت منين؟ من تحت الأرض. جمال مصر انه يتكلم. انا افضل بقى قلقان والفضول هيموتني لغايه ما اعرف. انا مفرج عني بكفاله وهتقدم للمحاكمه. كداف اصل وشك. خلاص ضربت الاسفين يا جماعه كفايه كده ما يصحش. انتوا جيران واهل واصحاب. ولا كلمه زياده عن اختك. انت ليه يا ماما غاويه تركيب الدنيا كلها فوق بعضها؟ ما اقدرش اقول لك غير اللي انا قلته لك. اغرب حاجه شفتها في حياتي. ازاي ابني تقول كلام زي ده لاخوك الكبير اللي مربيك؟ الناس دي تقدر توصل لك جوه السجن ب100 طريقه وطريقه. انت ايه كنت غبيه؟ استنى 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 لحسن السناره غمزت وطلعت بحته دين مفاجاه. اياك تكون متصور انك شهيد. بركة